يعطيكم العافية. متابعة لما حدث قبل يومين، الإعصار اللي صار عندنا في مدينة أوتوا. في مشهد رائع قام به جيم واتسون اللي هو عمدة المدينة. طبعا في عندنا احنا انتخابات، مختصر، في عندنا انتخابات البلدية راح تصير اللي هي المدينة، وعمدة المدينة، العمدة المدينة الحالي مرشح حاله أيضا للانتخابات المرة القادمة راح تصير في شهر 10. ففي عندهم حملة انتخابية، فقرر انه يوقف حملته الانتخابية ويوزع جميع المتطوعين والفالنتيرز اللي معاه ليساعدوا في الريليف او مساعده الناس المتضررين في الـ في الـ في الـ في الحادث. يعني يعجز الكلام. اتمنى انه السياسيين اللي في العالم كلهم يتعلموا من موقفه الحالي، لانه هذا الموقف فعلا يشهد له. والانسانيه مواقف وليست كلام. يعطيكم العافية.